مزموري وإنجيلي باكر المزمور. تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج العظام المتواضعة، حينئذ يقربون العجول على مذبحك. هللويا. من إنجيل معلمنا يوحنا البشير. وحدث جدال بين تلاميذ يوحنا واليهودي من أجل التطهير، فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له: يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له؟ ها هو يعمد والجميع يأتون إليه. أجاب يوحنا وقال: لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا من نفسه وحده إن لم يكن قد أعطي من السماء. أنتم تشهدون لي أني قلت لكم: لست أنا المسيح، بل أرسلت أمام ذاك. من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. إذن فرحي هذا قد كمل. ينبغي إذن أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم، والذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. ما رآه وسمعه هذا يشهد به، وشهادته ليس أحد يقبلها. الذي يقبل شهادته فهذا قد ختم أن الله حق هو، لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء في يديه، ومن يؤمن بالإبن فله حياة أبدية والمجد لله دائماً.